كلفنا بإدارة صحة نينوى من قبل وزارة الصحة، وإن شاء الله نكون أداء صندا الجميع. نعم، إن شاء الله نبذل قصارى جهدنا بالتعاون وبعلاقاتنا مع الحكومة المركزية، بالتعاون مع وزارة الصحة، بالتعاون مع الحكومة المحلية، لا ننسى الدور المشرف لخلية الأزمة والأستاذ مزاحم الخياط. إن شاء الله نقدر نحقق شيء لهذه المدينة والارتقاء بالمستوى الصحي. كما تعلمون استلمنا الدائرة عندما كانت الدائرة تعج بمشاكل وهموم كثيرة ومعوقات كبيرة، حيث دمرت مؤسساتها الصحية بالكامل، واستطعنا والحمد لله وبجهود أبطال منتسبي دائرة الصحة نينوى على النهوض بهذه الدائرة واستقرارها، واستطعنا والحمد لله القيام بافتتاح عدد من المؤسسات الطبية والمراكز الصحية بجهود الأبطال. والآن تم تسليم المهمة إلى أخي وصديقي دكتور جاسم المعماري، لذا أتمنى له الموفقية والنجاح، كما أدعو جميع منتسبي دائرة الصحة نينوى إلى الوقوف معه، كما أقدم شكري وتقديري إلى معالي وزير الصحة وكذلك السيد الوكيل الفني دكتور حازم الجمويلي ولجميع المدراء العامين إلى دعمهم لدائرة الصحة نينوى، وأتمنى الموفقية والنجاح لجميع الأخوة، كما أقدم شكري وتقديري إلى كل الأبطال من منتسبي دائرة الصحة نينوى الذين شاركوني العمل في بناء هذه المؤسسة، ومن الله التوفيق.